خير واهلا بكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. يوم جديد من ايام نادي الزمالك الجميله الرائعه التاريخيه، يوم جديد من ليالي الاحتفال بالسوبر الافريقي. ايوه يا جماعه، احنا ما زلنا بنحتفل باكبر بطولات القاره السمراء. الحمد لله، ربنا يديم علينا دايما احتفالات نادي الزمالك. وعلى فكره انا شايفه ان يعني استمرارنا في الاحتفال ده أمر طبيعي جدا. يعني انت دلوقتي احنا يعني في أجازة، لو كان طبعا قدامنا مباريات او في بطولة اكيد كان زماننا مقفلين على نفسنا وبنستعد لتاني يوم وبنستعد للماتشات وبنستعد للبطولات، ولكن القدر هنا لعب لعبته الحمد لله، وهو انه يدينا اطول فرصة ممكنة ان احنا نحتفل بالبطولة. عشان كده بقول لجماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان في العالم ضرورة الاستمرار بالاحتفالات، لان مع اقرب بطولة او مع اقرب ماتش خلاص هيدخل علينا نادي الزمالك، خلاص طبعا كده نقفل على نفسنا. فده انسب وقت ان اللعيبة تستمر في احتفالاتها، ان المجلس يستمر في احتفالاته، ان الجهاز الاداري والجهاز المعاون وكلنا يا جماعه نستمر في احتفالاتنا. يعني ليه ما احتفلش؟ انا مش لاقيه سبب ما احتفلش علشان الصراحه. طب ما احتفل، انا واخده بطوله، ما احتفل. النادي بتاعي واخد بطوله كبيره، النادي بتاعي قدم اداء كويس جدا، قدم اداء عظيم جدا، سيناريو الماتش كان صعب جدا، ما قبل الماتش كان صعب، اثناء المباراه كان صعب. انا مش فاهمه ايه اللي يمنعني اني احتفل، والحقيقه ان هي مش اي بطوله، بطوله سوبر افريقيا وعلى حساب الاهلي في كلاسيكو تاريخي لن ينسى. يعني لا هو من 30 سنه هيتنسي ولا هو دلوقتي هيتنسي. يعني الزمالك قدر يفرحنا، فاحنا ليه ما نفرحش؟ يعني انا ليه ابقى واخده بطوله واقفل على صفحتها وتاني يوم خلاص اقفل على الموضوع؟ لا، طب ما انا في فتره راحه، طب ما احتفل. انا ما وريش حاجه دلوقتي، اكيد لو عندي بطوله كان هقفل على لعبتي وهقفل على نفسي واقفل صفحه البطوله وابتدي صفحه جديده، واقفل وافتح صفحه بطوله تانية وافتح صفحه معسكر تاني واستعداد تاني. لكن انا بقول لكم القدر لعب لعبته الصح معايا. اخيرا الحياه الى حد ما بتبتسم لجماهير الزمالك ان هي تحتفل وقت كافي ببطوله كبيره زي بطوله السوبر الافريقي، بطوله قاريه. فيا جماهير نادي الزمالك مره تانية يا جماعه استمروا بالاحتفال بالبطوله ايا كانت هي على حساب مين. انتوا من حقكم تفرحوا ومن حقكم تتبسطوا بجهازكم الفني، بلاعبتكم، بالاداء اللي حصل. يا جماعه جماهير نادي الزمالك، بمناسبه الجماهير، يعني بما اننا بنتكلم على جماهير نادي الزمالك، كل واحد بصراحه كان ليه دور في انجاح او في تتويج الزمالك بالبطوله. يعني مثلا في حاجه انا نسيت اتكلم عليها امبارح وهي ما قبل المباراة، وحاجة غريبة جدا أنا أول مرة في حياتي أشوفها وأول مرة في حياتي أشهد عليها، ولكن يشاء القدر أنه محدش يعملها في الدنيا دي غير جماهير نادي الزمالك. أنه قبل الماتش جماهير نادي الزمالك عملت هدايا للعيبة بتاعتها، عملوا هدايا بوكس كده لكل لعيبة الفريق كنوع من أنواع الحافز والدعم والتشجيع للمباراة. تقريبا كان في هدية رمزية طبعا لتخص الزمالك، ودي حاجة اللعيبة بتتكلم عليها، ودي حاجة كان ليها يعني تأثير السحر على اللعيبة. ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي شيكابالا قالها، انه كل الحاجات او كل الاسباب، كل حاجة عملتها جماهير نادي الزمالك قبل المباراة ويوم المباراة كانت هي الرمانة الميزان او هي المحرك الرئيسي والاساسي لليوم ده علشان يكسبوا بالشكل ده وعشان خاطر هم يتوجوا بالبطوله. وانا اول مره بجد يا جماعه هرجع تاني، اول مره في حياتي اشوف جماهير بتسافر تدي هدايا للعيبه برسائل. يعني الهدايا دي كان فيها حاجات رمزيه طبعا باعلام الزمالك وشعار الزمالك وكل حاجه، ورسائل لكل لاعب باهميه البطوله دي.
بالنسبه ليهم كجماهير، وكان في صوره لجماهير نادي الزمالك في اوضه كده صغيره بيدعموا اللعيبه وبيشجعوا اللعيبه من اجل البطوله دي، وقد ايه هي بطوله هتفرق معاهم نفسيا بشكل كبير قوي. فتيجي تقول لي خلاص بقى اقفل على الاحتفالات، لا مش هقفل على الاحتفالات، عندي وقت، عندي وقت احتفل، فهحتفل، هحتفل لحد ما يجد جديد بقى واقفل على نفسي ويبقى فيه استعدادات تانية.